ومن مكة إلى المدينة قرابة 450 كيلو متر، يعني هي مسافة طويلة، وكثير منكم ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة ويعلم المسافة ما بين مكة والمدينة. وبينما هذا الرجل يسير في الطريق بعدما قطع مرحلة منه، إذ أدركته الوفاة، سيموت، وشعر بدنو منيته وأنه سيموت. فماذا فعل هذا الرجل؟ ضرب كفاً بكف، لم يضرب كفاً بكف ندماً على ما فعل، كما نفعل نحن مثلاً إذا لم يعجبنا شيء نعمل كف بكف، يعني ضاعت راحت. لا، ضرب كفاً بكف، ضرب الكفة الأولى هكذا وقال: اللهم هذه بيعتي لك. وضرب كفه الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له جزاء ولا أجرا، إنما قال: أجره علي أنا. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، للدلالة على تحقير ما هاجر إليه، بخلاف الشطر الأول. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل: فجزاؤه جنات عدن أو جنة الفردوس، لم يعين له جزاءً، اتحد الشرط والجزاء للدلالة على عظم الجزاء. مبهم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خلاص، لا تضع رقما، لا تضع جزاء. فهذا الرجل إنما خرج من مكة إلى المدينة ليلتحق بركب المؤمنين. أرجع فأقول: الركن الأول من أركان المحبة، من أركان العبودية، هو تمام الحب، والحب يعطيك قوة ويعطيك ثقة. ألم ترى إلى عنتر بن شداد، وكان مشهورا بالشجاعة والجرأة والإقدام، لما أراد أن يعني يستلهم قدرة على القتال والجلد فيه، ذكر حبيبته في ميدان القتال يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم.
طبعا لا يعلم أحد إلا رب العالمين تبارك وتعالى متى تكون القلوب جاهزة ومفتوحة للهداية، هي إكرام من الله عز وجل، وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. لكن شيخنا، الناس هذيل اللي أسلموا ومن الله عليهم بالإسلام، أعتقد أن لك حوار معهم وناقشتهم بعد ما أسلموا، وهناك من المواقف من حفرت في ذاكرة فضيلتكم وستبقى معك عمرا طويلا بإذن الله تبارك وتعالى، أطال الله في بقائك وعمرك على الطاعة. هل نشارك المشاهدين الكرام في بعض هذه الخواطر، الأشياء اللي ذكرت لنا بعضها من حالاتهم، من أسلموا من سمتهم ودلهم وحياتهم قبل الإسلام وبعد الإسلام، اللي هي أيام معدودة ولكن أكيد فيه سمة معينة لبعضهم؟ والله هو طبعا هو أول واحد أسلم اللي هو في محاضرة دكتور مند، ده يعني سمى نفسه ياسين، ويعني طلب من الإخوة أن يلتقي بي مرة أخرى، يعني حتى يعني يبث لي ما شعر به بعد الإسلام. نعم. يعني الإخوة يقولون أنا ما التقيت به حتى الآن، إن شاء الله سألتقي به بإذن الله قبل أن أسافر. يقول إن حياته يعني انتظمت انتظاما عجيبا، كان قبل الإسلام لا يشعر بقيمة لحياته مطلقا ولا بأي قيمة للحياة ولا للعمل ولا الكلام ده، بعدما أسلم وجد نفسه، أحس أنه إنسان يعني له قيمة على الأرض. طبعا أنا هذا ما نقل لي، أما الذين حاورتهم أنا يعني وأسلموا في جلسات خاصة هم طلبوا يعني ذلك، فأذكر منهم يعني آخر قبل الأخير، الأخ محمد صالح، هو أنا يعني سألته تريد أن تغير اسمك؟ فقال والله أنا متردد ما بين محمد وما بين صالح. قلت خلاص يبقى أنت محمد صالح، يبقى اسم مركب يعني. فمحمد هذا يعني كاثوليكي، يعني في آخر سنة في كلية الطب. قلت له يعني ما سبب إسلامك، يعني ما الذي أعجبك في الإسلام؟ قال أن كل التساؤلات التي كنت أسأل نفسي عنها إبان كنت كاثوليكيا لم أجد عنها جوابا، ووجدت الجواب في الإسلام. حتى أنه ذكر شيئا عجيبا جدا يندر أن يتكرر، أنه ليس له صديقة، يعني هنا في الغرب في ألمانيا أو في غيرها من البلاد، البنت أول ما توصل 16 سنة أمها أبوها إن لم يكن لها صديق يعتبرونها مخبولة، مريضة نفسيا إن لم يكن لها صديق. وكذلك الولد إذا وصل سنه 16 سنة مثلا وليس له صديقة يعتبروه مختل. هذا الشاب لم يصاحب امرأة قط، وذهب مرة إلى وذكر الأشياء الكبيرة جدا في مثل هذا المجتمع، طبعا غريبة، أنا نفسي استغربتها. نعم. لأن طبعا الذي أقوله متواتر، وصل لحد التواتر، ما خالف فيه أحد قط، إن البنت أول ما تبلغ لازم يكون لها صديق، والولد أول ما يبلغ لابد أن يكون له صديقة، ولا يعتبرون هذا من الزنا، إنما الزنا عندهم أن تزني المرأة المتزوجة. ولعل فقط هذا فكر دخيل عليهم من اليهود، ما فيش كلام أو اليهود. نعم. فهو الحقيقة يعني قال لي في بعد ما قال لي الكلام ده وأنا استغربت، يعني قال إن أنا مرة أحببت يعني إن أنا أن أشكر الله سبحانه وتعالى، فعايز أصلي شكرا لله، فالصلاة بتاعتهم اللي المعروفة يعني والكلام ده، بقول عملتها إن هو يصلي يصلي بالضبط كده. قال أنا لقيت هو إيه ده، هي دي صلاة؟ خطر بباله من تلقاء نفسه، هذا قبل أن يسلم خطر بباله أن يلقي بنفسه على الأرض وأن يجعل وجهه على الأرض، وكذلك كان سجد. قال سجد بالضبط كده. قلت له سبحان الله، يعني كأن الله عز وجل خلقك لتكون مسلما، لأن السجود هذا هو رمز العبودية. ليه؟ لأن أشرف ما في الإنسان هو جبهته وأنفه، عارفين الأنف يعني هو البارز في الوجه، وهو علامة الأنفة وعلامة العز. لذلك لما يقولوا على واحد متكبر يقول خشمه في السماء، خشمه في السماء أو في الذل جبت من آخر الأرض مثلا. نعم. ومتخذ من الأنفة كمان يعني وكذا.
كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف يقول وأبي وأبي وأبي، الواو واو القسم، يعني يحلف بأبيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغي أو الطواغيت، لفظان كلاهما صحيح. فالحلف بالآباء مسألة إيه؟ كانت دارجة على لسان العرب للدلالة على ما للوالد من قيمة في حياة الولد، فلما يقدم الوالد استقالته لن يعفى يوم القيامة من السؤال. أقول لكم يا معاشر الرجال الذين تزوجوا ولهم أولاد، لو أنك على مستواك الشخصي يوم القيامة أخذت الدرجة النهائية، درجة النجاة، أتظن أن تدخل الجنة؟ لا، لن تدخلها حتى تسأل عن امرأتك وحتى تسأل عن أولادك ولدا ولدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يأخذ الرجل كما قلت الدرجة النهائية، درجة النجاة، لا يدخل حتى يسأل عن امرأتي ماذا فعلت المرأة، أكانت تصلي؟ لا. أكانت تلبس الحجاب؟ لا. خلاص، أنت وهي تعذبان، هي تعذب بجرمها وأنت تعذب لأنك لم تقم بالقوامة عليها. خلصنا من المرأة؟ لا، لسه الأولاد، هات الولد الأول. كان يصلي؟ لا، ما كان يصلي ولا يعرف شيئا عن الصلاة ولا يصوم، وله صديقة واثنين وثلاثة وأربعة وشغالين في الأزرق. خلاص تعالى، ما لم يكن بينك وبينه مفاصلة، ما هو في بعض الآباء يقول أنا فعلت كل المستطاع مع الولد والمجتمعات كلها بتعين الولد على الفساد، ماذا أفعل؟ لو بذلت كل ما في إمكانك بذلا صحيحا وفسد الولد بتعمل مفاصلة بينك وبينه طالما أنه منحرف، يعني تبذل أقصى ما في إمكانك، لكن حمل الرجل ثقيل، فنحن نريد أن نعيد الهيبة للوالد مرة أخرى. من حق الوالد على ولده ألا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يجلس قبله ولا يحد النظر إليه، دي الآداب الإسلامية عندنا في الإسلام، لا يسميه باسمه. في بعض الآباء ابنه بيقول له لما يناديله مثلا يقول له عم الحاج. ايه عم الحاج دي؟ دي اسمها يا ابي، يقول له يا ابي. ليه؟ لان في عاطفه البنوه والابوه لها دور كبير في المساله دي.
خلاص يا أبي يا عم الحج وبتلعب بديلك يا عم الحج وبقالك يا عم الحج يومين كده مش مظبوط وبتاع كأننا أصحاب. ها وهذا لا يجوز فضل يعني بس يزغزغوا بس كده وبتاع ومسكوا من بطنه كده وعملوا زغزغ وبتاع عشان خضر تبقى المسألة بقت سدح مدح، هذا لا يجوز أبدا. الأداب الإسلامية في التعامل بين الولد والوالد كثيرة، لكن الذي أريد أن أقوله هنا أن الوالد له جذور ضاربة وهو الشوكة التي يخاف منها الولد،